ان شاء الله ما تطلع باذن الله ما تطلع يا نواف. نعم لا يا نواف ما تطلع ان شاء الله ما تطلع. انتم حضر حي المساعد خلاص خذوا فقروبكم خلاص ايه خلاص معكم خلاص يا عيال والله اني مروق محمد ابو شفقتهم يا ولد تشوفون حاولوا يستفزوني انها قوي اقسم بالله والله العظيم انها تهزه لا والله ان الامور سهالات understand ها ضاحي والله انك جبل وانك انك انك حصان على قولتهم الله يعافيك اوه يا عيال يعني احنا يا عيال يا عيال انت مقفل ماي مايك مقفل ها فتحته بس الشمس بعيد ما في شمس مبروك يا عبد الله مبروك ابن عمك بغادر ان شاء الله اذا حد اعترضك هنا ولا شيء صح والله صح على طول ها ابن عمو لا ترجع صدقني يا اخي يوم كبر العدد 10 ويطلع واحد والله وايد 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 مره وايد مره الله يبارك فيك لا يعني شوف صدقني ان العشره هذا ترهم كل موسم او كل ثلاث شهور في برامجهم الاول يطلعون سته كم بتشوف اسامه منهم كم بتشوف احمد رحيم ترى متفاعل سعد الشهري هذا كلهم متفاعلين اختاروا عشره يعني بس ايش يبغى جو يعني يصير حماس عشره بعدين العشره هذول منهم واحد يطلع لا الحين بيطلع زين بيطلع واحد بعدين بيبقون 23 بعد عشره قوية غسان نواف احمد رحيم سعد الشهري سياف حمادة يودع أسماء يعني أي واحد تقدر لا تعلم الزبدة كيف أوصل لك إذا طلعت من هنا خذ رقم حساب أنا قد لقيت حسابه في السناب لكن كيف أوصل لك خبر سلك ما تشوف الله أكبر الله أكبر